يتلقوا تعليمهم الأول تعليم حضاري من العلم؟ ما سبب هذا الموج الإلحادية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. أولا بعد شكر الله عز وجل أشكر قناة الوطنية، شكرا جزيلا، على التعرض لهذا الموضوع وتسليط الضوء على هذا، وكانت سباقة صراحة في هذا، شكرا جزيلا، هذه المجالات، فجزا الله خيرا. أولا الإلحاد لا بد من تعريفه حتى نعرف ما سببه. الإلحاد لغة هو الميل والانحراف، ومنه اللحد في القبر، والعرب تقول لحد وألحد. والإلحاد في الإصطلاح الشرعي هو الميل والحيدة عن الطريق المستقيم وتنكيب سبيل المؤمنين والحياد عنه، وهو الكفر بالله تعالى وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المتصرف سبحانه وتعالى، وهو الخالق، وهو المدبر لهذا الكون، وهو المعز والمذل، ونسبة ذلك كله إلى الطبيعة، وأن الطبيعة هي التي خلقت الأشياء، والطبيعة هي التي خلقت نفسها، وشيء من استشطائيات صراحة يجب أن لا يطرح في بلاد المسلمين. سبب هذه الموجة الأخيرة وللأسف الشديد عدة أسباب، وليعنينا هم في القضية ولا نتكلم بالحسانية والمتناول الجميع. السبب الإلحاد في موريتانيا أخمس مسائل إلى ستة. المسألة الأولى وهي السبب الرئيسي، متى دخل الإلحاد بعد يعني موريتانيا؟ الإلحاد دخل في موريتانيا قادما مع المستعمر، أتى مع قدم المستعمر، وبدأت جماعة الإلحاد بالجماعة فرقة السد وهكذا التي ضد المقاومة ضدها كذا. ثم لما ذهب المستعمر خلف أذنابه وعملاءه ينشرون الإلحاد، لكن البدء الحقيقي للإلحاد في موريتانيا هو سنة 1984 عندما عطلت الشريعة الإسلامية. فأول سنة تعطل فيها الشريعة الإسلامية في هذه البلاد سنة 1984، يعني لم تطبق الحدود الشرعية، تعني تعطيل الشريعة الإسلامية بكلها. نعم، ارتبط بذهني العامة حينما يقول أحد تعطل الشريعة عن الحدود الشرعية، شيء أشمل من هذا، وهي أشمل من هذا في العقائد والعبادات والمعاملات في كل شيء. لما عطلت الشريعة الإسلامية انحرف القضاء عن مسار، فسد القضاء، تعطل جزء كبير من دين المسلمين. ولذلك كانت المحكمة آنذاك رئيسها الشيخ محمد سالم العدود رحمة الله عليه، كان رئيسها من 82، ولما جاء الحكم 84 وعطل الشريعة الإسلامية عزل الشيخ محمد سالم العدود بعد أربع سنوات، عزله سنة 88. ثم عزله هو أم عزيل؟ عزل من المحكمة سنة 1988، عزله الحكم آنذاك، واستبدله بأحد الكادحين وعينه هو رئيس المحكمة آنذاك بعيدا عن تخصصات الشرعية. هذه هي بداية موجة الإلحاد إلى اللي عطلت الشريعة الإسلامية، وأصبح بلدنا وللأسف الشديد في قطيعة مع القرآن، قطيعة مع كتاب الله عز وجل، ظهرت بوادر الإلحاد. متى؟ عندما أصبحت بلادنا لا تقتل القاتل، والسارق فيها لا تقطع يده، والزاني فيها لا يعاقب، والربا فيها لا يحرم، وأصبحت وللأسف الشديد معطلة لشرع الله عز وجل. بعد ذلك قامت موجة من الإلحاد التعليمية لم يسبق لها مثيل، وهي تغريب المناهج الدراسية. تغريبها أقصد بها الغرب، المناهج الغرب، تفسيد المنهج الإسلامي واتباع وتقليد المنهج الغربي الغالب ومغلوب وملاهم بالتقليد الغالب، بتقليد الغالب. تم تغريب المناهج الدراسية بحيث انتزعت منها المواد التشريع انتزاع تدريجي. أول شيء انقبضت المواد التشريع وهي التربية الإسلامية وضعف ضربها وعدل ضربها واحد وحصة واحدة في الأسبوع، والأساتذة تودلت بهم لي، ومادة ضربها واحد وحصة واحدة في الأسبوع، من البديهي أن الطلاب ما هم لا يعطوها عناية. ثم بعد ذلك انقلعت قاع التربية الإسلامية من الثانويات العلمية، أصبحت باك سيماجي وباك ديماجي، ثم نزعت من الجامعة، جامعة ناكشو، الجامعة الوحيدة اللي عندنا في البلد اللي تدخلها الناس عندما تلحق أعمارها 20 سنة 22 سنة يمكننا فصلت في تعليم دين الله عز وجل، انقلعت منها مادة التربية الإسلامية، وصبحت وللأسف الشديد جامعتنا الوحيدة اللي فيها خمس كليات لا يدرس فيها دين الله عز وجل. أخمس كليات، كلية الاقتصاد، كلية القانون، كلية كل شيء، العلوم التقنيات، كلية الآداب، كلية الآداب، هذه ما فيها أبدا، هذه محرم أنها يدخلها دين مولانا. خلونا نطرح النقاط على الأخوة والأخوان، ما تدرس فيها التربية الإسلامية، اللهم ساعتين فقط في كلية القانون. هناك معهد يدرس معهد العالي، قال المعهد العالي، وهذا هو بل من وقع الغلط، وقع التقرير بالناس، قال لهم أنتم عندكم معهد
العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، حد يبقى دين ولا يجلس، حد يبقى التخصصات العلمية يجلس، وكأن هذا اللي متخصصين التخصصات العلمية في الفيزياء في الرياضيات أطباء المستقبل في العلوم ما هم مسلمين ولا محتاجين لأقرار الدين. لا هذا غلط، هذا الأطباء اللي في المستقبل هذا المهندسين احنا محتاجين لدراسة الفيزياء، محتاجين لحد يقرأ الرياضيات، محتاجين لحد يقرأ الطب، غير هذا الله يقرأ محتاجين من الدين مولانا. كذلك كما أنكم درتم مواد علمية في المعهد العالي ديروا لنا مواد دينية في هذه التخصصات العلمية. إذا ما خلق وحرمت التربية الإسلامية وعدر ضربها واحد إلى إن دعات الناس شريعة مولانا معطلة، دين مولانا ما يقرأ، ضرب ما اكتفى بهذا، جابوا لنا مادة وقحة قالها الفلسفة، والفلسفة اللي نقصد بها الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية، الفلسفة اليونانية يا إخوان بالله عليكم هي ما علم دنيوي كالرياضيات والله فيزياء والله، وهي ما علم أخروي، وهي ما فيها فائدة، نظريات إلحادية كفرية تقرى لأبناء المسلمين وبناتهم. مثلا نظرية داروين ونظرية هيجل ونظرية غيرها، هذه النظريات نظريات ماركس، نظريات ماركس، هذه النظريات وردت من فلاسفة كلهم مريض نفسي. ونعطيك مثال، ونعطي المشاهد مثال، واحدة من النظريات يقولون فيلسوف ذكي وأنه يقول أنا أفكر إذن أنا موجود. Je pense donc je suis ديكارت. هذا مريض نفسي، حد شاك في المحسوسات، معنى أن المغيبات لا يؤمن بها، هو ما دام شاك وجوده هو. قال أن المحسوسات خدعته وليس من حكمة تطمئن إلى من خدعك المرة. لا ندخل في تفاصيل بسيطة. هذا مريض نفسيا، هذا يجب أنه يعتبر مريض نفسيا. حد يقول لك أنا ما فيه دليل على أني موجود، والدليل الموجود منها أني أنا موجود، ما دمت أنا أفكر فأنا موجود. هذا ملعون ولا يقرى المسلمين. نظرية أخرى تقول الأصل في الإنسان خميس، نظرية داروين، داروين الأصل في الإنسان خميس، والله الأصل فيه بوريكة، والله إذا مقرر لأبناء المسلمين شنو فايته؟ هذا ورك شنو يقصد منه؟ طبعا ولذلك وللأسف الشديد اللي ضل للملحد الملعون والمخاطر الفلسفة هي اللي كان يقراها وكان يحفظ نظريات، كان يقول لهم أنا، وبعدين وقف لهم مدرس الفلسفة وقال لهم مرة واحد من الفصول قال لهم شيء ما هم ذوك بالمحسوسات لا تؤمنوا به، وقف الواحد والطالب وقال له إن الأستاذ الكريم أنتم بلا عقل به اللي عقلكم ما هو محسوس. هذا النوع يجب أنه يحرم، ويجب على العلماء يطالبوا بهم يلا دولتنا تنزع مادة الفلسفة اليونانية اللي ضلل والمخيط الفلسفة. وهذا الأخير الذي ضلل هذا المخيط الأخير ما كان يقرأ الفلسفة، كان يقرأ الله، هذا كان يقرأ، هذا قاري في الفلسفة ثانوية بريمير في المشروع، وأصحابه شهدوا له لأنه كان هون عام في الثانوية ما كان يقرأ في الاقتصاد، قرأ عنه بريمير ولا لا؟ سابق الاقتصاد كان هون يقرأ في الفلسفة حتى أنه سماه مدرس أنه يدرس ثانوية قاع طبعا تقرأ فيها، كان يدرس مدرس الفلسفة قال له الكليب في تهارت مع أنه أستاذ محترم، وقال له دائما كان حذرهم من الاقتراب بالفلسفة، وكان يبي يرغث فيها السمين عقل شوي. وبالتالي يا إخوان إلين اللي نقرع دين مولانا وعاد ودرس الفلسفة إيش تتوقع من أبناء المسلمين؟ ثانية فهم سبب آخر، بعد منين عطلت شريعة مولانا، وبعد منين عاد دين مولانا ما يقرأ، وبعد منين عاد تقرأ العقائد الكفرية الفلسفة اليونانية، فهم سبب أساسي وهو سبب الفقر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ثلاثة هي أصول الكفر: الفقر والجهل والظلم. وهذه الثلاثة وقعوا في الشعب الموريتاني للأسف الشديد. الجهل المتعمد تجهيل بحيث على أنه مات لا يقرأ دين مولانا، والفقر بحيث على أنه تم يعني ظلمه واضطهاده وتقسيم ثرواته بين شيء ما يلحق 200 رقاش. ورك يا أخي الكريم شنو السبب يعود هذا يلجأ لأمريك ويقيسها يا كشبر إقامة الله أجبر طنيشة؟ لو كان مستغني هون وكان عنده دخل وعنده سيارة وعنده ده ما كان يلجأ للغرب. ثانيا من اللي شرد الموريتانية الآن على قلتهم، ما فيه دولة ما فيها جالية من موريتان، حتى الصين وحتى إسرائيل والدول الأوروبية والخليجية وغيرها، احنا شعب قليل لا نتجاوز 300، اسمح لي شوي نكمل يا جماعه نطلع لمده، احنا 3 ملايين و300 الف نسمه، 3 ملايين و300 الف نسمه، مليون و800 منا عليات نساء، ومليون و600 هي اللي رجال، هذه مليون و600 اللي رجال 800 الف نسمه منها ما فات بالقطيع ما راح لسن البلوغ وخرص حد الهرم السكاني. اذا انت قلع 800 الف منها مليون و600 تبقى لك 600 الف، 200 الف نسمه منهم من الرجال تخطات عمر 50 سنه ما ثلاث نافعه، بقيت لنا كم؟ 400 ألف نسمة. هذا 400 ألف نسمة 150 ألف منها في الجيش، وبالتالي عندها رواتب بسيطة وزيدة وإن كانت من أفقر الفقراء. 150 أنت قلعها من 4 أنت بقالك 250 ألف نسمة، 250 ألف نسمة 100 ألف منها تجار، و100 منها حكما في البوادي وأصحاب حيوانات وأصحاب، الباقي وشرد وعاش في الخارج ماشي لود لقمة العيش، والبقية هون 15 ألف منها من حملة الشهادات
عاطلة عن العمل، وحد يبقى خرصها خرص فانا بيج وإدارة هذا الفقر المشخف للأسف الشديد وثروات الخاص من رسمية. ولذلك له نطلع عليه مثال أخير على يا جماعة الخير من الظلم ومن الإسحاب. نعودوا فينا واحدين، الواحد يخلص أصبع ملايين، وفينا واحدين وزراء كل مخلص مليون زي، وفينا واحدين جنرالات ورئيس وزراء كل مخلص مليونين، وفينا واحدين في البرلمان كل مخلص 900 ألف، وفينا واحدين قضاة كل مخلص 700 ألف، وبقية الشعب الموريتاني ما عندهم قوت اليوم. كارثة. ما عندهم قوت. هذا كارثة. هذه 200 رجال. هي المسؤولة شرعا أمام الله عز وجل عن هذا كان سبب الأساسي هو الفقر والظلم والحرمان والغبن والتهميش. هذه 200 رجال. أنا نقولها من هون ونصدر هذه الفتوى ونختل المتهكمين عدلوا فتوى شاذة من هذا المنبر، أن أي إنسان يخلص من بيت مال المسلمين من الخزينة العامة يتقاضى راتب أكثر من 300 ألف فوقية، هذا اللي يوكل سحت ومستعد للمباهلة ومستعد للمناظرة ومستعد لكل شيء ونتحدى جميع الناس، حد يخلص أكثر من 300 ألف فوقية من بيت مال المسلمين اللي يوكل سحت يسوى كان رئيس ويسوى جنرال ويسوى خزينة العامة وبالتالي هذا هو الذي لا بد أن نقوم بقطر هذا الأسباب رسمية هو هذا لا دخل المواطن ما يقدر يعدل شيء. شنو المطلوب من المواطن الموريتاني اليوم يعدل؟ المطلوب هذا هي أسباب رسمية الدولة تحكم فيها، الدولة تحكم فيها طالبين أولا بعد قاعد من الدولة هي الدولة أبناء المواطنين وهذا صناع القرار كلهم خارج من أسرة موريتانية وطيبين الحمد لله من خيرة الحكومات العالم الإسلامي. وبالتالي من الإشحاف على أن أنت مقارنهم بعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وإحنا ما لنا كتابعين، هم فعلا الحكومة الحالية وغيرها الحمد لله رب العالمين أحسن الحكومات في العالم الإسلامي من أحسن الحكومات في الماضي، يغير عندها نواقص وإحنا دورها تكمل النواقص جزاء بالخير. من النواقص أنهم يتقوا الله عز وجل ويرجع الرواتب بعد قاع ومنهم راقب شيء من الخزينة العامة يرده ويقسمه على الشباب العاطل عن العمل. يا أخي أهل الترحيل كله ما مجابر قوت اليوم والتشنقارة ما مجابر قوت اليوم والشارتات ما مجابر وحمل الشهادات الواحد يقرأ 30 سنة ويرجع وتعود كل التعليات إلى العائلة عليه. ذلك الصلاة المطلوب من الدولة أنها تدرس مادة التربية الإسلامية ترفع ضربها أعلنها تزيد الأجور وتخضع للبطالة وتعدلنا وأعلن الشعب الموريتاني ذلك الطالبين من الشعب حالة يوم الجمعة هذا الجاي الصبح والنهار ما صبح أنهم يخرجوا كاملين من جميع المساجد وقسوا مسجد السعودية ومسجد بن عباس ومن فم قسوا الرئاسة بكل سكينة وقار ما ندع عن المشاغبة ولا قطع طرق هذه عائلة ما هي معوضة ما هي معوضة أنهم قسوا الرئاسة ويطلبوا من الرئاسة أنا طالبين من الحكومة أعلنها تستدعى هذا الملح هاي طريق مزمجينها قد السؤال من قسوا كقدير خارج سؤالنا عن الشعب الموريتاني حال الشيء يدعدل يدعدل ما يخرب عاد قاع ما هي طالبين من الفقهاء كامل الدعاة لله عز وجل أنا لاحظ ظاهر غريب من جميع مساجد ناكشوطة فيه قريب من 2000 مسجد الله تعالى مسجد يا أخي ما تلقى قرى في يدين ملان كنا هو قبل مساجد تمارو قولارية ما ما تلقى معدل واسعة ذلك ما تأخذ على مسجد تجبر فيه درس فقهي أبدا هذه إمة 50 البلد نعطالها والدولة والوزارة تتبجح احنا قابل ألف إمام ألف إمام ما تقرى الناس دين ملانة هي ذا شنو فهده هذه الجمعيات الخيرية والأحزاب الإسلامية والدعاة لله عز وجل ما أنكم قاضين دعاة يقروا الناس في المساجد هذا أنتم تحملوا جزء من المسؤولية والدولة تتحمل جزء وبالتالي ميارة المساجد تعمر بتقرية وتدريس دين الله عز وجل مساجد ذلك واجعة خالية وخاوية على عروشها وأحسن الناس وأفضلهم وأقواهم إيمان الذي يدخله ويصلي ويخرج واضح إذن عاد المسجد ما يؤدي دوره ورسالة المسجد معطلة أظهر حتى الفيلم خطير لأن كتب مقال وثارة الساحة وثارة المواطنين وعدلوا مسيرات ممتاز هذا سؤال هذا نعم. هذا هذا نعم. الشاب الأخير نعم. ما القضية ما تخطت نهاري ولا هذا على صفحات التواصل الاجتماعي يقول لك البعض القضية في أوين هذا فئة معينة ذاك فئة معينة هاي نظرة ظهر لك إنها أنا ظهر لي النظرة صحيحة النظرة صحيحة به اللي واللي مخطير اللي ظهرت الناس في البداية الشيء قام عليهم المثبطين والمعوقين وقال لهم لا تظاهروا وهذا إنسان وحاكمة الدولة أروا في السجن وانتم مش لا يتعدلوا مش لا يتواسوا وخلوا القضاء يأخذ مجراه ولا تضغطوا على القضاء نفس المثبطين الآن هم اللي يقولوا نفس الدعاية هذا إنسان وفي أمريك وبعيد وله في الدولة وش دور الدولة وش تعدل لا تظاهروا يا أخواني لما تظاهروا عاقبكم مولانا وتعودوا الشركاء واختارهم يقول رأي على ما قد خلقت معصية من بدء من نشأة الدنيا نشأة الدنيا إلى نهايتها ما انقسم الناس إلى ثلاث أقسام قسم هو اللي معدل المعصية وقسم سكت على المعصية وقسم قسمناها عنها وهذا جابوا انه مولانا في قصة بني إسرائيل أصحاب السبت نهى مولانا عن السبت ذوك اللي انتهكوا للمعصية قاموا واحدين وتلاوينهم وقالوا لهم هذه معصية وحرام ظهر الطائفة ثالثا قال المعوقين والمذبطين بدل من يقسوا أهل المعصية منهم قاسوا أهل الحق وسكتوهم وقالوا لهم مش قادي لكم وذين الشباط ما تسمع العياط انتوا ماكم عدل المعصية ذا هو نفس الشيء والأسف الشديد وجاب انه مولانا أخبارهم في القرآن انه اهلك الذين مارسوا المعصيه واهلك الذين سكتوا عليها واسكتوا الناس
وقالوا لا. فلما قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخانا الذين ظلموا بعذاب بئيس ورق الذين ظلموا قالوا دخلوا فيها دخلوا فيها الناس الساكتة والناس اللي مارست المنكر. نفس الشيء ورق يا جماعة الخير يا معشر المؤمنين لما تخرجوا وتقول ان هذا منكر وتقول اللهم ان هذا منكر فانكر شو مطالب اللي يحملوا مطالب اللي يحملوا يطلبوا من الدولة انها تستدعى الملعون وتقوم عليه حد الله عز وجل. ولذلك الدولة ما هي عارزة الدولة شبناها لين يوكل حد من الخزينة العامة ويهرب تجيبه اي اتفاقيات اتفاقيات دولة يدعو دين مولانا ما في اتفاق الدولة نعوذ بالله ما عندها كبر عندها قيل قرنيش بسبب الله تعالى ورك عندهم جماعة في أمريكا لا يتعدى الاتفاق مع البنك الدولي الله شيء ذيك الجماعة ميال تمات جينا مع طفقة النذر الملحد الملعون. كذلك الدولة شفناها اليوم عد واحد إرهابي تصدر ضد مذكرة اعتقال دولية هذا الملحد ما يستحق أن يتصدر ضد مذكرة هذه أجبار حصانة دولية من وجهة زينا عندنا احنا ما قدرنا حصانة على الأقل الدولة الواجب عليها تعدل وتعود تكلمت وتعود عدلت عليها إلى الاستجابة لها أمريكا زي لما استجابت لها معذرات إلى ربكم ولا علم تقوم إلى ما استجابت لها عندها خطوة أخرى تسحب منه الجنسية وتحكم عليه غيابية وهذا هو الدولة هو الدولة هذا يغير سكوت الدولة هو ما هو برا فهمتي ثانيا نبشر الناس على الدولة اللي عاد ما عندها شيء المسلمين عندهم له شيء ودرج السول ورقة وقد قاعد تروح حد المسلمين أعطينا متصل كان طلع مشاهدين السلام عليكم الو السلام عليكم تفضلي اختي الكريمه مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا تفضلي اختي الوقت ما تم ياس عليكم السلام الو عليكم السلام تفضلي مرحبا وسهلا احنا سامعين الو كيف حالك الحمد لله ما شاء الله بخير الو كيف حالك الحمد لله ما شاء الله بخير تفضلي الو سعدنا كيف حالك هو شنو واسين الحمد لله كل شيء بخير تفضلي عندك سؤال والله عندك سؤال تعبنا البرنامج ومتحيزين ومتشجعينكم عليه الله يخليك شكرا جزيلا وبرنامج راهو زين شكرا جزيلا مستاهل نقول عن البرنامج راهو مستاهل المواطنين جامع بين المواطنين الموريتاني في الداخل والخارج الله يخليك شكرا جزيلا ان شاء الله نواصل في عمليات كامله في الخارج شكرا جزيلا شكرا البرنامج مهم عند المشاهدين شكرا جزيلا لك راينا اختار الاخوه تركيا وخصوصا في كونيا انا متابع الحلقه وجميع شكرا حلقات. جزيلا لك اختي الكريمه شرفتينا بشهادتك الله يخليك خصوصا الاخ الحافظ الدحنه الله يخليك شكرا جزيلا ان شاء الله نواصل في اعجابكم نقدم لكم المدعي اي واحده تسوي تقول ما حكم الفلسفه وانا تلميذه وهل النقاب واجب على المراه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا الكريم الفلسفه قرايتها حرام وكفر ورد حرام شرعا حد يقراها حرام على الدولة تقريها في بناء المسلمين وحرام على الأساتذة يقروها ومثل ما قلنا أنها كفر وقرايتها كفر وهي اللي أعطينا عليها ذيلة النقاب النقاب في فرق بين النقاب والحجاب هي تسأل عن النقاب النقاب اللي هو النقاب اللي يقعد الواحدة ما أخذن عينيها الله أخذن إلا عينيها الله شيء إذا كانت المرأة جميلة ومفتينة وتخاف الفتنة يجب عليها النقاب النقاب نعم واضح وأعطينا متصل أخير قيسوا قضية أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم مساء النور مرحبا وسهلا اخي الكريم تفضل مساء النور مساء النور الله يحييك تفضل معك سيد احمد شكون من واقشو مرحبا بك سيد احمد مرحبا وخير تفضلوا معك سيد احمد تفضل اخي الكريم حول موجة الالحاد قضية الاسبوع موجة الالحاد التي شهدتها موريتانيا مؤخرا واخرها صاحب امريكا هذا يا اخي تتابع البرنامج تصبين اعطونا متصل لا لا نخرسوا سؤال المشاهدين تفضل تفضل انا مع هذا الاخ اللي قال له يحضي ها مع هذا الاخ اللي قال له يحضي عن الدوله اللي انت تلوت لرقاش تجيبه يصل من اعماق الارض من امريكا مشاكل امريكا اعماق الارض الله يخليك هذا حق ان شاء الله هذا صحيح انا عن هاو الملحدين هاو الملحدين اللي عندهم هنا في امزال المخيطير وامزال برام وامزال المخيطير باخي يلا يلا يطبق فيهم شريعه مولانا شكرا جزيلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطبق فيهم الشريعه ان شاء الله يطبق شريعه الله يخليك شكرا جزيلا الاسم لي لام تعبيد سعدنا شكرتك على الموضوع المهم جدا وهذا قاف من المدح رسم اللي رسمه مولى الشرك رسم اللي رسمه مولى الشرك يسوى منه واسوى فمنين ذا ما ينقص من شانك مك بعد انت يا صادق الامين ذا ما ينقص من شانك مك بعد انت يا صادق الامين هذا حق شكرا ليلى
ايوه قضيه انتم طالبتم الاوراق الموريتانيه كامله طالبوا بالاعدام على الحكم الاعدام على الخطير وانه يتم اعدام حكم عليه بالاعدام ولم ينفذ حكم عليه بالاعدام ولم ينفذ للاسف الشديد مهزله الحكم مهزله ولا وقار حق بعدين مسموح له بالاستئناف وهو استئناف الرويات وش المخطر منه حتى يستأنف هذا النوع يجب ان يطرد فيه احكام ما يقابل الاستئناف ثانيا هذا الكيل المكيالين والتناقض واضح تمكنكم على المذهب المالكي المذهب المالكي واضح وحكمه انتم اصدرتم فتوى في ذلك وجمعتم الى قضيه واضحه الفتوى المالكي واضح على الشيخ لا استفتاء لا استفتاء واضح والعلماء كانوا علماء انتم جماعه شئتم رده فعل على بعض من القضايا نعم احنا جلستم ما هو دوركم الان وماذا تقومون به في الوقت الراهن احنا الان نطالب الدوله على انها غير المطالبه الامور التطبيقيه تعدلوا على الساحه التطبيقيه الان نعم تشلوا الشباب الله نعمل على تعليم المسلمين دينهم بعد كفاله بعض الدعاه في تدريسهم في المساجد ان شاء الله تعالى ونعمل على ان اللي الصدار دي الموجه هذه موجه ومدرسه وش ممنهج وعندهم احزاب وعندهم تيارات يدعموهم بس احنا ما لنا قابلين على ان حد يتم يسب مولانا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم وواحدين يسبوا العلماء يقولون علماء النخاس وعلماء يقولوا علماء وبعض الكلاب يقعد يقول لا يوكل لحم العلماء ولا يوكل هذا هذا حرام ولا ينقبل ولا لنا قابلين ولا ثنين ساكتين عليه ما ينقبل وحد قال ندور احنا ننزل به العقوبه اذا بقات الدوله تدير لنا شور بير يا جماعة الخير الدولة احنا استغربنا من الدولة وازدواج جديدها بدل من تقوم على الملحدين عطيتهم ترخيص هيئات واحزاب ومواقع وش اسمه تقدمي وش اسمه يساري وش اسمه ما نعرف شنو واحنا نكمل فواهنا شو جماعة احباب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هورك طلبها ترخيصها عند الداخلية له سنة ممنوع عن الترخيص واضح انا حالا علي ترخيصها جماعة ترخيص الجماعة ما هي مرخصة حالا ممنوع عن الترخيص مرخصين شوي من الاحزاب اليسارية والهيئات العلمانية انا حالا مديول علي قامه شبريه ممنوع للسفر خارج نواكشوط والملحدين ماشيين يصرحون اعطونا متصل اخير هذا الكيل المكيالين والظلم ولا يتواسى والدوله يجب انها تقوم بالرياضيه على الاقل السلام عليكم قلعه الدماء السلام عليكم الو تفضل اخي الكريم انا سامعك مرحبا وسهلا السلام عليكم تفضل اخي اخي تفضل انا سامعك حياك الله سعدنا كيفك يا حياك الله اخي الكريم مرحبا وسهلا رانا محيين لك لتقديم المتميز شكرا جزيلا عفوا ضيفك ايضا لك صوتي تحيي رانا معاه تماما في قضيه معاه تماما في قضيه الفلسفه اللي تدرس حاليا في المدارس الفلسفه اليونانيه اللي هي السبب الاول مثلا عقول الشباب وفساد خاصه جيل ناشئ انت قد قريت الفلسفه شوي نفس الموقف لان التربيه الاسلاميه هي اللي اهم ماده مثلا موجوده نحن مطالبين لان تنعطى لها اهميه عود جنب ضارب عود جنب والدوله هم اللي تعطيها هم اللي اهميه هم اللي هذه امور كامله اساسيه والمجتمع الموريتاني اليوم حقيقه يعيش مرحله خطيره حتى شكرا جزيلا اخي الكريم هذه المرحله اللي يعيش هذا شكرا جزيلا اخي الكريم كلمه اخيره رحمه الناس المخرج يقول عن الوقت الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا الكريم انا طالب من الدوله تمشي لهذا الملحد وتجيبه وطالب من المسلمين منهم قد يوصل له الاذى يوصلوا له اذا ما عندك عنه نوع من التحريض التحريض هو دم وهدر هو دم هو خلاف غير التصرف خارج اطار القانون واطار الدوله قانون قاعد لا نؤمن به احنا نؤمن بشريعه رب العالمين والشريعه باحت قتله والا يكف عن سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبه هؤلاء الذين سبوا لا تقبل توبتهم عند المذهب المالكي والتوبه لا تدرى عنهم الحد وانما تنفعهم في الاخره ويطهروا بالتوبه شاكرين اسره هذا طبعا الوحيد انه تبرع طبعا منه. هؤلاء مقاول نكره مع حضرتهم اسره ولا مجتمع ولا شيء في ملحد سابقهم كامل وسببهم قال العتيق ويكتب الفيسبوك العتيق الموريتاني ومكسور عمره حتى وللاسف الشديد اهله الى الان ما تبرأ منه وهو مقيم في امريكا هو سبب هذا الملحد واستدرجوا له ويقوم على جمعيه من المخنثين فيها مصريين وفيهم غيرهم هذا النوع من الملحدين والسير طويل والناس صحيح صحيح لما قبضت اجراءات وقبضت اجراءات وسنه هي معدله محكمه للرق اللي ما هو موجود ما تعدل المحكمه وتعدل القوانين وتعدل الدستور جديد على ان سب الله حرام وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب العلماء رده واتهام بهم رده وحرق الكتب رده والتوقيع على الايات والاحاديث رده واضح ما حدكم تقولوا ان احنا متطرفين وان دخلنا في شناعه علينا وان جهه تنفيذيه ما تصرفوا انتم بعد قاعد وتحكموا بالملحدين وتقبضوا على يدهم شوف كان احنا اللي نتكلم واضح يحظي ولده رئيس جماعه احباب الرسول شكرا جزيلا لك انت ضيفنا في سيره وطنيه شرفتنا جزيلا وشكرا جزيلا لك على كل حال يطلعون